بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هسه أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هشرح موقع من مواقع الذكاء الاصطناعي، الموقع ده اللي هو فاير فلاي عن طريق شركة أدوبي. الموقع ده بيساعدني إن أنا أحذف أي جزء من الصورة بكل سهولة جدا، إن أنا أشيل الباك جراوند بتاعت أي صورة، إن أنا أعمل إفكس للكتابة. كل ده هنشوفه مع بعض، وحاجات كتيرة هنشوفها مع بعض. يبقى ده شكل الموقع عندي. طيب انا اوصل الموقع ازاي؟ هروح على جوجل هنا واجي اعمل سيرش ادوبي فاير فلاي. بيظهر لي هنا زي ما شايفين ادوبي فاير فلاي، ده اللي انا هفتحه، بدوس عليه وافتحه. تمام، واجي اقول له جيت فاير فلاي فري، انا هستخدمه فري. طبعا هو هيقول لي ساين ان. ساين ان اما ان انا بدخل بحسابي على فيسبوك او جوجل، او بعمل حساب على الموقع نفسه. انا داخله بحسابي على الفيسبوك. تمام، وعندي هنا بقى التعديلات اللي انا ممكن اعملها. عندي تكست تو ايمج، ممكن اكتب تكست عن ايمج، ممكن هنا اعمل جنريتيف فيل، ودي اللي هنشوفها مع بعض النهارده. ممكن تكست افكس زي ما احنا شايفين كده، بيعمل افكس للتكست بكل سهوله جدا، بيعملها لنا عن طريق الذكاء الاصطناعي. عندي حاجات كتيره جدا ممكن هو يعملها. طيب انا بس هستخدم النهارده، هعلمكم النهارده اللي هي جنريتيف فيل. هقول له جنريت. تمام، وهاجي هنا عندي اهي، شايفين الصور دي كده اهي، ممكن انا عدل. شايفين بيقول لي ان انا ممكن احذف من هنا واشيل الباك جراوند والكلام ده كله. طيب انا هاجي اقول له ابلود صوره من عندي انا، انا عايزه الصوره دي مثلا، واجي اقول له اوبن. انا هحذف الجزء ده من الصوره. عندي هنا ريموف زي ما احنا شايفين كده، وهاجي اشيل اهو الجزء ده كده، هحذفه خالص من الصوره. هنشوف هو يعمل لي ايه لما اجي احذفه. ممكن انا اكبر الفرشه عن طريق هنا، شايفين اهي، عشان تساعدني اكتر. عن طريق السيتنجز برفع الصوره ببكره الماوس وانزلها ادي الجزء ده انا عايزه اشيله من الصوره. تمام، عندي هنا بقى بقول له انا محتاجه ايه مكان اللي انا هشيله ده، هيحط لي ايه. هاجي اقول له جراس اهو، سكرايب ذا ايمج يو وونت تو كرييت. انا عايزه عشب هنا، واجي اقول له جنريت، ونشوف هيعمل لي ايه. هو بياخد وقت لما بيحمل، شايفين اهو شالها وعمل لي عشب زي ما انا طلبت منه، او عمل لي جراس زي ما انا طلبت منه. وعندي هنا بقى كذا شكل، ادي اهو شايفين، شكل تاني، شكل تالت بالشكل ده كده. ممكن اقول له مور، لو قلت له مور هيحمل لي حاجات تانية. عايزه مثلا الصوره دي خلاص، هاجي اقول له هنا داونلود، وبعدين كونتينيو، خلاص بيحمل لي الصوره، اتحملت لي عندي على جهاز الكمبيوتر اهي. هنا لو انا فتحت ده كده ادي الصوره عندي اهي. هنيجي نشوف صوره تانية، هقول له ابلود واختار الصوره دي، وعايزه اشيل الباك جراوند بتاع الصوره دي. عندي هنا تحت اهو في باك جراوند، تمام، هاجي ادوس عليها بالشكل ده كده، هو شال لي الباك جراوند. طيب انا عايزه ايه مكان الباك جراوند ده؟ انا عايزه مثلا جبال، ماونتينز، ومعاها شجر مثلا، ويز tree and flower flowers. واجي اقول له generate، شايفين حط لي زي ما انا طلبت منه جبال اهي وflowers. لو انا شفناها كده شايفين اهي، دي صورة تانية ودي صورة تالتة. لو انا عايزة مور يعمل لي اشكال تانية، باجي اقول له مور بالشكل ده كده، بيحمل لي اقتراحات تانية بالشكل ده كده، عمل لي اقتراحات تانية جميلة بالشكل ده.
برضو خلاص انا اخترت الصورة دي، هاجي اقول له داونلود وبعدين كونتينيو، ادي حمل لي الصورة. الموقع زي ما شايفين موقع مهم جدا وبيسهل لي ان انا اعدل على الصور بدون ان انا استخدم الفوتوشوب. كده هنخلص الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.